السلام عليكم. جالاكسي اس 24 الترا يتلقى تحديثا هاما للغاية الشهر المقبل بهذه الميزات التي سوف اكتشف عنها في هذا الفيديو. كل هذا واكثر اعزائي الكرام سوف تشاهدون ان شاء الله في هذا الفيديو. اتمنى منكم دعم القناة بقوة عبر الضغط على زر الاشتراك، لانه اكثر من 75% ممن يشاهدون الفيديوهات على قناتي ليسوا مشتركين. فضلا وليس امرا اشتركوا وتابعوا الفيديو حتى النهاية. اصدرت الشركة الكورية سامسونج تحديثا رئيسيا لكاميرا هاتفها الرائدة الجديد سامسونج جالاكسي اس 24 الترا خلال شهر فبراير الماضي، ونحن اليوم مع تسريب جديد يشير بأن الشركة تستعد أيضا لإطلاق تحديث آخر في أبريل المقبل من العام الجاري لنفس كاميرا الهاتف. ولقد شارك هذه المعلومات حساب آيس يونيفرس المعروف على إكس، وحيث قال بأن التحديث الرئيسي لكاميرا سامسونج جالاكسي اس 24 الترا قادم الشهر المقبل، وسيتضمن تحسينات على توازن اللون الأبيض وجودة الصورة المقربة. وتشمل ميزات تحديث فبراير لكاميرا جالاكسي اس 24 الترا على الآتي: إضاءة خلفية أكثر سطوعا الآن وداعا للصور الباهتة مع هذا التحديث، توازن أفضل في المشاهد الساطعة، تكبير تصغير أكثر وضوحا للنص، فيديو فائق الثلاثة، تحسينات على التقاط صور البورتري الداخلية، تعزيز دلال أكثر سطوعا ووجوه أكثر وضوحا، الوضع الليلي السحري، استمتع بتجربة التشبع المحسن وتوازن اللون الأبيض للحصول على لقطات ليلية ذات مظهر طبيعي أكثر، تكبير معرض الدي إن جي، استكشف صورك بتفاصيل أكبر مع جودة الصورة المحسنة عند التكبير في تطبيق إكسبرت رو، التقط الأهداف سريعة الحركة في ظروف الإضاءة الخلفية مع تركيز أكثر وضوحا وتفاصيل أكثر وضوحا. برأيك ما هي أفضل ميزة في كاميرا جالاكسي اس 24 الترا في هذا التحديث؟ شاركونا عبر التعليقات ولا تنسوا دعم القناة. دمتم سالمين، أحبكم، مع السلامة.